قبل الأخيرة، آخر حاجة إعادة النظر، إعادة النظر ببرامج الصيانة الواقعية، يعني انتقال من طريقة عمل إلى أخرى، مثل الانتقال من الشكل المستمر للإنتاج إلى الشكل المتقطع للإنتاج. يعني نخلي البرنامج بتاعي أو الطريقة بتاعتي تتكيف مع نظام التشغيل بتاعي. لو إني خط الإنتاج شغال مستمر، هيبقى له خريطة أو برنامج صيانة وقائية مختلف تماما عن لو إني خط الإنتاج ده بيعمل بصورة متقطعة. طبعا احنا قلنا ان بعض انواع الصيانة الوقائية بتعتمد على الزمن، وان تحديد بقى الفترات الزمنية هنا بيعتمد على تحديد الفترات الزمنية للصيانة الوقائية بيعتمد على اول حاجة عملية دراسة تعليمات كتب التشغيل، دي اهم حاجة، والصيانة الموضوعة من قبل الشركات الصانعة مع فني الصيانة لإدخال التعديلات اللازمة على هذه التعليمات، وخاصة الفترات الزمنية بما يتماشى مع ظروف العمل التي كثيرا ما تختلف عن تلك الموصوفة في كتب التشغيل والصيانة. زي ما قلنا برضو قبل كده، اختلاف طريقة التشغيل المستمر أو المتقطع، ماشي، وبالنسبة لذات الآلة من مصنع إلى آخر. التأثير، نشوف برضو تأثير توقف الآلة على غيرها من الآلات، كما هو الحال في المصانع ذات الإنتاج المستمر التي تشتري فيها مجموعة آلات بإنتاج سلعة معينة. فإذا كانت الآلة المراد تحديد فترات الصيانة لها مهمة وحساسة، عندئذ يستحسن جعل فترات الصيانة الواقعية لهذه الآلة قصيرة، مما يضمن صيانة وقائية جيدة، وبالتالي عدم تعرض خط الإنتاج ككل إلى إنه يتوقف فترات فترات طويلة. تحديد مواعيد تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية لكل آلة من آلات المصنع في الفترات الزمنية المطلوبة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو كل سنة، كل ده على حسب. طبعا مهم جدا ان انا لازم ولابد اتطلع الى ايه او اشوف الايه او اشوف موضوع الايه موضوع كتيب التشغيل او التعليمات الخاصة بالصيانة الوقائية لكل منتج من او كل آلة او كل معدة او كل تجهيزة من تجهيزات الايه من تجهيزات المصنع المصنع بتاعي، وهكذا. تعال نشوف دلوقتي عملية الصيانة نفسها أو الصيانة الوقائية بتتم ازاي، أو أنشطة الصيانة الوقائية بتتم ازاي. طبعا الصيانة الوقائية بتعتمد دايما على الحواس أو الفحص الظاهري، يعني يبقى أول حاجة السنسز أو الحواس بتاع الفني اللي هو هيشتغل أو هي اللي هيعمل عملية الصيانة الوقائية. أول حاجة طبعا عندي حاسة النظر، يعني وحاسة النظر طبعا بتعتمد على مراجعة كل شيء، مراجعة مستوى الزيوت، مراجعة التوصيلات المختلفة لاكتشاف أي تسرب، سواء تسرب زيت أو تسرب مية أو تسرب هواء. برضو مراجعة استهلاك الوقود، المكنة دي بتستهلك الوقود ازاي، هل هي في النورمال كيس بتاعتها في الحالة الطبيعية، أو حتى استهلاكها للطاقة الكهربية زادت، هل هي في الحالة الطبيعية، ماشي. برضه نفس الكلام لو انا عندي مكنات او آلات احتراق داخلي، بشوف نوع الدخنة او لون الدخان، دخان العادم بتاع هذه المحركات، هل هو على ما يرام ولا تغير لونه، وبالتالي بتبقى بيديلي انديكيشن ان في مشكلة ما في داخل هذه المحركات. طبعا كذلك حاسة السمع، يعني هل في أصوات غير عادية في الآلة، الأصوات دي جاية ازاي أو ناتجة ايه، طبعا عدم تثبيت صحيح، وبالتالي حصل هزات غير عادية في الآلات، خاصة الآلات الدوارة الموتورز أو في أجزائها مثلا، عشان